قبل ما اروح لطفولتك بعد شوي بالفقره الثانيه بليز ما بدي حدا الصوره تبين غير بس لرملاء. رملاء هيدا الشخصيه تتجرأي تقولي لي شو طلب منك؟ مستحيل. ليه؟ مستحيل. ليه مستحيل؟ تمام. ليه مستحيل؟ أكيد لا. أنا رح أقول للناس الليلة. أكيد لا. الليلة أنا رح أقول للناس. أكيد لا. هيدا رجل سياسي صح أو لا؟ قولي لي شو طلب منك؟ ما فيني ما ما تقولي اسمه. لا تمام. ما تقولي اسمه. أنت من وين جيب هيدا بك شي؟ جاوبيني على السؤال. لا ما رح جاوب. أهم رجل سياسي اليوم بالبلد. شو طلب منك؟ بدك تحكي انت وانا بحكي. تمام بليز بك شيء. فازن فازن خزقيها للصوره هي وهيك خزقيها. طلب سيا تكوني موجوده او لا؟ طلب منك او لا؟ ما فيك تحكي. جرأي. شو تجرأي؟ جرأي واحكي لا يعرفوا العالم انه انت منك حدا عاطل ورفضتي. اكيد ليه بيقولوا عنك؟ طب عال جاوب الناس اللي عم بيقولوا انه انت حدا وسخ. بقول حدا لاحظي كلامك يعني انه اسلوبك وكلامك بتسمعيهم بتكتبيهم بتقريهم على السوشيال ميديا. انا جايبهم من السوشيال ميديا. ما بقرا وعامله كثير ما انا بقرأ. جايبهم من السوشيال ميديا انه انت لو بتعدي ببيتك شو تعبير الوسخ عندكم؟ شو كلمه يعني بتقولها ما بفهم. جاوبيني على السؤال قبل ما احكي عن والدتك. بعدك بتشوفي لليوم طليقك او لا؟ لا. طلعي فيي. لا. طلعي فيي. لا. طلعي فيي. بتشوفي طليقك او لا؟ بيصرف عليك طليقك او لا؟ لا. من وين عم بتعيشي فإذا؟ ليه عم تنكري؟ ما بدك تحكي. لا بس رملاء تحت الضرب اتطلقتي؟ تحت الضرب اتطلقتي ايه او لا؟ انا ما اتطلقت بإرادتي. تحت الضرب او لا؟ غصب عنك اتطلقتي او لا؟ ليش؟ سألهم. جاوبيني. سأل مجتمعك، سأل الناس ضرب اللي عم بتدافع عنهم. السوشيال ميديا هو سبب طلاقك صح؟ في مشاكل كان بس هذا مشاكل بين مين ومين؟ ما حدا قاله يعرف عني شيء. بس لازم العالم يعرفوا ان انت حدا موجوع، حدا انأذى بحياته. العالم ما بدي اياها تشوف بس مرملاء اللي عم بيشوفوا اللي عم تعمليه على السوشيال ميديا، يعرفوا انه انت جاي. اوه عم بعمل شو عم بعمل؟ شو عم تعمل؟ ليش المطربين لما بتطلع بتغني حبيبي شو بتلبس؟ الشادور ولا العباية؟ ما حدا عامل اللي عم تعمل. شو عم بعمل؟ شو عم بعمل؟ شو عرف انه مجتمع مريض؟ لما طلعت انا عم بعيد الرسول. لا 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 لحظة ستوب. ستوب. لا انا ولا اي حدا بيقبل اللي عملتيه. ليش شو عملت؟ هلا بعد شو حخبرك. شو عملت؟ جاي دورك بالفقره الثانيه. يا محامي جاوبني. ماني محامي انا. لا. اعلامي. لا عم حاورك. بدي احكي يا عيب الشوم عليكي على اللي عملتيه. ما هو بدك تحترمي سيدنا محمد. هو اول شيء بس لحظه. اولا لحظه اولا انا اليوم بدي احكي بهيدا الموضوع لانه هيدي قصص الدين ما تدخلي فيها. الك حق تحكي بهيدا الفيديو اللي انت شتموكي فيه كل العالم. أولا شو عملت؟ شو عملت؟ طلعت أنا عم بعيد النبي عم بحترمه. بتعيد حتى حجابي عم بحترمه. ايه؟ حتى اسمه. ايه؟ ايه وحطيته على راسي. شو عملت؟ أنت مسخرة فهمي؟ في قصص ما بتنعمل بالسوشيال ميديا يا جماعة، منه مباح هالقد. بتعرفي نحن لو عنا دولة بهيدا الفيديو اللي انعرضتيه أنت؟ أي فيديو؟ أنت لازم تتوقفي. لا 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 بدي أقول لك شغلة، حطوا عوانات النظر. شيلي حطوا عوانات النظر أحسن. تاخدي دواء لراسك بس توصلي لسيدنا محمد والأديان. بعتقد ما غلطت. ستوب. سري. ستوب. سري. أنا ما غلطت. لا ما بسمع. خليني أقول للناس شيء أهم. إذا بدك ما بدك تحترمي هيدا الشيء، احترمي إنه لا ما احترميته ما بسمح لكم. احترمي إنه خيي. احترمي لا لا بليز ليه بدك تحكي؟ ما أنا ما بديش شيك تحكي هيدا الموضوع. احترمي إنه خيك. احترمي البيت اللي جاي. شو وقف؟ أكيد رح وقف. على فكرة اللي تحجبت مصيبة ونشلحت عن راسي مصيبة، أنا شو عملت؟ شو عملت؟ بعد بريك الإعلاني رح روح أنا ورملاء نكد اللي عم تعرفوا الحقيقة مزبوط منا بالصندوق الأسود وما أدراك ما صندوق الأسود.